بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في بداية كلامنا خالص في الفوتوشوب عن الألوان، وعرفنا إن في مجموعتين من الألوان مهمين جدا، اللي هي مجموعة الـ RGB ومجموعة الـ CMYK. ونقطة بقى في نعمل بقى نقطة في مجموعة الألوان. الألوان في العادي الطبيعي في ألوان رئيسية وألوان ثانوية. لو بنتكلم عن الألوان اللي هي أصلا الألوان دي جاية من فين؟ اللون الرئيسي لون الأبيض واللي هو لون الشمس، فلما بينزل على السبكتر أو اللي هو المنشور باللغة العربية أو السبكتر الإنجليزي اللي هو المثلث دوت اللي عامل زي الكريستال أو أي كريستال عندنا في البيت، أول ما اللون الشمس أو ضوء الشمس ينزل عليها تظهر عندنا 7 ألوان اللي هي في الآخر اسمها ألوان القزح أو ألوان الرينبو. لغاية هنا مفيش مشاكل خالص، ده اللي احنا نعرفه اللي اتعلمناه في المدرسة. الألوان دي اسمها ألوان ضوئية. ايه ده، هو في فرق؟ في فرق بين الألوان الضوئية والألوان الطباعة. معايا حضراتكم ازاي؟ الألوان الضوئية اللي احنا بنشوفها على الشاشة، احنا دخلنا في الألوان بشكل يعني احترافي شوية بقى وتعمق في موضوع الألوان. فألوان الشاشة دمجها ومزجها أو الألوان الضوئية دمجها ومزجها يختلف عن الألوان الطباع. يعني احنا تعالوا مع بعض كده نفكر أو نفتكر لما كنا بيبقى عندنا ألوان، الألوان الرئيسية كانت إيه؟ مين يقول لي؟ خدنا في المدرسة زمان الألوان الرئيسية دايما كانوا بيقولوا لنا إيه؟ 3 ألوان كده رئيسية دايما بيتكلموا عنها، هي إيه؟ مين فاكر؟ الأزرق والأصفر والأحمر. الأزرق والأصفر والأحمر. طيب نراجع مع بعض، لو احنا دمجنا الأصفر مع الأحمر هيدينا أورانج. أورانج، الله ينور. ولو دمجنا الأحمر مع الأزرق هيدينا بيربل. موف بيربل، صح؟ طيب ولو دمجنا الأزرق مع الأصفر أخضر. أخضر، كده احنا متفقين الحمد لله رب العالمين. معايا حضرتك كده احنا متفقين، دي اللي هي اسمها ايه؟ هنا اسمها الوان الرسم، يبقى هنا اسمها الوان الرسم. بعد ان الوان بقى الضوئيه طريقه الدمج دي ما بتديش نفس الالوان، دي الوان ثانيه خالص. معايا حضراتكم ازاي؟ وده السبب الرئيسي لما احنا بنشوف حتى الدرجات بتاعه الرينبو لما بتبقى في السماء نلاقيها مختلفة. في بعد كده ألوان الطباعة اللي هي هتكون بصيغة CMYK، ودي تختلف تماما في مزجها عن ألوان الرسم أو الألوان الضوئية. يبقى نراجع مع بعض، إن ألوان الرسم هي RBY اللي هي Red وBlue وYellow، أما ألوان الضوئية اللي هي هتكون Red RGB اللي هي Red و Green و Blue، أما ألوان الطباعة فهتكون CMYK. معايا حضراتكم إزاي كده؟ بقى تصنيفة تانية، يبقى احنا عارفين في ألوان أساسية وألوان ثانوية، وعارفين في ألوان اللي هي الشاشة وألوان الطباعة. في بقى تقسيمة تانية خالص اسمها إيه؟ الألوان الدافئة والألوان الباردة، اللي هي بتبقى ليها اسم برضو warm وكول، زي ما انتم شايفين هنا عندي warm وكول، أو ممكن برضو اسمها الألوان النارية والألوان الباردة. في الغالب اسمها ألوان يا إما الألوان السخنة أو الألوان الدافية أو الألوان النارية، والناحية التانية بتبقى ألوان باردة، ألوان قاتمة، ألوان يعني بتبقى كلها بصيغة كلمة البارد يعني. طيب نيجي نفكر شوية، نيجي نفكر شوية، لو احنا بصينا هنا على لوحة الألوان اللي معانا، معايا حضراتكم ازاي، نلاحظ ان ألوان الباردة هي هتلاقيها أغلبها الألوان اللي أغلبها يعني خصوصا المجموعة اللي من تحت دي، ماشي، هنلاقيها أغلبها الألوان اللي بنلبسها في الشتاء في الغالب، مش دايما بس في الغالب. سيبكم من المجموعة اللي فوق، وبرضه هنا تحت ألوان الغامقة اللي تحت هي اللي بتلبسها في الشتاء،
والالوان الفاتحه اللي فوق دي كده كلها سواء الورم او الكول بنلبسها في الصيف. طيب دي برضو معلومه عاديه احنا نعرفها اساسا من زمان، ما فيش فيها مشكله. تقسيمه الالوان، جم بقى درسوا الالوان عشان نخش بموضوع اعمق على تاثير الالوان على النفسيه البشريه، واللي على اساسها بعد دراسه الالوان مع النفس البشريه استنتجوا شويه حاجات. تعالوا نشوف بقى شويه من الاستنتاجات العظيمه اللي هم استنتجوها. قال لك هنا The Physiology of Colors، معايا حضراتكم ازاي؟ جاب لك اهم مجموعه من الالوان ويتكلم عن تاثيرها على النفس البشريه. لنفترض الجرين، احنا عارفين الجرين دايما دايما مرتبط معانا، الجرين يعني الخضره، سواء زرع سواء اعشاب سواء اشجار، في الاخر زرع. فالجرين من اهم المواصفات بتاعته دايما بيعبر عن الصحه، لو حاجه بيتكلم عن منتج طبيعي دايما بيستخدم اللون الاخضر. نفكر كده في البراندات اللي احنا بنتكلم عنها تلاقي الكلام ده مظبوط جدا. ناتشرال الطبيعه، لك الحظ، معايا حضراتكم السيفتي الامان، معايا حضراتكم ازاي؟ هتلاقي كل الصفات، كل لون ليه صفاته اللي بتاثر في البشريه. وزي ما حكينا زمان برضو في الاول خالص اتكلمنا، قلنا ان ما ينفعش يبقى مستشفى ويبني ويدهن الحيطان احمر او اسود، في الغالب بتبقى لون الاخضر الفاتح اللي هو اللون ده الفاتح خالص ده، او اللبني الفاتح ده، او الاصفر الكناري الفاتح ده، اللي هي الوان في الغالب هاديه جدا وتبعث على الامل وتبعث على التفاؤل وتبعث على الراحه. كل ما اللون يبقى هادي كل ما يبقى النفس البشريه معاه هادي، كل ما اللون يبقى فاقع كل ما يهيج النفس البشريه. برضو الالوان البلو معناه ايه؟ سكسس نجاح، تراست الثقه، الباور، السكيورتي. طيب تعالوا نفكر ده، نرجع تاني معلش للاخضر، نفكر كده مين يقدر يقول لي اشهر براندات لون الاخضر فيها رئيسي؟ تقدروا تقولوا لي كده؟ طيب مكملات اخضر. طب ليه بقى؟ هو ماله ومال الطبيعه؟ انا دلوقتي نتكلم على القاعده بشكل عام. طيب. ولكل قاعده شواذ، صح؟ صح صح. يبقى احنا نتكلم عن القاعده بشكل عام. لما تيجي مثلا تتكلم على اتصالات، ما الفودافون واخد اللون الايه؟ الاحمر. اورانج احمر. اورانج واخده برتقاني. اتصالات واخده اخضر. قامت وي واخده الموف. طب ما شاء الله كل واحده فيكم واخده لون، ايه علاقته بالاتصالات؟ ولا حاجه. بالظبط. ولا حاجه. خلاص في الفسيولوجي بتاعه الكلر ولا حاجه، بس كل الفكره ان لما فودافون اخذت اللون الاحمر بحيث ان هو يرمز الى القوه، الباور، حتى في الاعلانات القوه بالايديك ده الاعلان بتاعها، صح؟ اتصالات اخذت كلمه ثانيه، دعايه ثانيه ليها، اللي هي ايه؟ بتغطي لك البلد كلها في اي مكان، الشبكه مش ضعيفه، مظبوط. اورنج اخذت شعار، مش فاكر قوي اورنج اخذت شعار ايه، هتلاقي كل واحده واحده شعار يرمز اللون، مش من اللون، لا على الرمز اللون. مش يعني اللون مش مرتبط باسم بنشاط الشركه، اللون مرتبط بالهدف. فهمت قصدي؟ ايوه بالظبط. فهمتيني؟ بس يعني حتى هنا بس مكتوبه في الايه؟ مكتوبه الموف فانتازي، يعني حاجات فانتازي، هتلاقي اغلب اعلانات وي كلها هبل، مؤاخذه سامحيني هبله يعني، اللي هي اعلانات فاني قوي قوي، اغلب اعلانات وي فاني قوي علشان يجذب العميل، مش راكزه كده. اعلانات اتصالات تحس اعلانات هاديه وراكزه، اعلانات فودافون في منها اعلانات هاديه وراكزه واعلانات فيها قوه وباور، خصوصا الاعلانات بتاعت محمد صلاح، واخد بالكم ازاي؟ واعلانات بتبقى فيها فاني، بس فاني هادي مش فاني مجنون. يعني اعلانات بتاعت فودافون
بتاعت الممثلين كلها بتاعت رمضان بتبقى ظريفة، بتضربها بقى بنفس الهدف، بتضربها اعلانات اورنج، او بالاصح مش كان اورنج، كان الاعلانات بتاعت سويرس في الاول بتاع موبينيل، تمام؟ لما كان ماسكها كانت الاعلانات بتاعتها كانت اقوى من بعد كده اورنج، كان الاعلان اللي اشتهر وما زال مشهور الاغنيه بتاعت اللي فيها كل مصر كل اللهجات بتاعت مصر بيغنوها، انا مش فاكرها، اغنيه جامده جدا وبيعبر عن اللمه دايما. بالظبط بالظبط، واخده بالك ازاي؟ بصي اهي، بصي فريدم، تمام، بليجر، السعاده، واخده بالك، اوميشن، هتلاقي واخدين اللون، تاثير اللون على النفس البشريه، بس ملهاش دعوه بالنشاط. ايوه فهمت، فهمتي كده؟ تمام. هنلاقي بعد كده بعد البلو، طب بلاش البلو، اسهل بقى اهو، ها ايه اللوجوهات باللون البلو دي؟ سهله بقى، ها يا جماعه نشارك مع بعض، تويتر، تويتر، فيسبوك، ايه، فيسبوك، فيسبوك، ها يلا يا جماعه، مش عاوزه بس غدا تشارك، شاركوا معايا كلكم، بيبسي، 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 ماشي، بيبسي، 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 واخد لونين، ازرق واحمر، بس الاساسي ازرق لان الاساسي الاحمر ازرق، الاساسي كوكاكولا. بالظبط صح. ها مين، ايه كمان، ايه كمان، قلنا تويتر وقلنا فيسبوك وقلنا بيبسي، ايه كمان اللون الازرق، ها شركة شعار ديل بتاع الكمبيوتر ازرق، ها صح، ايه كمان، ايه بيرمز للباور، قوة ديل، قوة ديل، مش جهاز ديل، مش جهاز الكمبيوتر، برضو بيرمز للتراست، الثقة، لما نيجي نتكلم نقول يا جماعة أنا هشتري جهاز ديل ولا أشتري جهاز هواوي، بس أديك مثال، أو ينوم، هل اتش بي أزرق و اتش بي أزرق، مظبوط، لما اعتمدوا على الثقة، التراست، لما أنتوا أنا بقول لكم أنا هشتري ديل أو هشتري اتش بي ولا هشتري لينوفو، كل الشعب هيقول لك لا طبعا ديل ولا اتش بي، أي أي حاجة فيهم، محدش هيجيب سيرة لينوفو ده، ليه؟ لان ما عندهمش لسه الثقه، او ان هو في جماهيريه بين الشعب وبين لينوفو زيها زي ديل او اتش بي، مظبوط كده، قوه وثقه اتبنت مع السنين في ديل ولينوفو، ديل قصدي واتش بي، ايه كمان يا جماعه، اللون الازرق، اللون الازرق ده يعني في اورال بي، سامسونج، اورال بي، صح، اورال بي بتاع الاسنان، ها طب فيزا، سامسونج، فيزا، سامسونج برضو ازرق، مظبوط، هتلاقي اجهزه كهربائيه كتير بالازرق على فكره يا جماعه، هتلاقوا اجهزه كهربائيه كتير بالازرق، وعلى فكره احنا نسينا كمان في الاخضر اهم شعار يرمز للطبيعه، صدقوا بقى اللي هو ايه بقى، ستاربكس، والله كنت قلت ستاربكس حد اسمعني، القهوه، القهوه، ستاربكس، صح، ان هو يقول لك ان القهوه جايه من المزرعه عليكي على طول، مظبوط، وهتلاقوا كذا شركه وكذا شركه من شركات القهوه بتستعين باللون الاخضر، صالات اللي هي المكملات الغذائيه باللون الاخضر، هتلاقوها بالاخضر، اي حاجه ترمز للطبيعه هتلاقوها بالاخضر، ماشي، نخش بقى على البيربل، نخش على البيربل، البيربل هتلاقوا هنا مكتوب ايه بقى، ريتي، فانتزي، ارت، فان، ميستري، ايميجينيشن، الخيال، حتى هنا حاطين لك شعار التاج والفاني والسحر، واخدين بالكم ازاي؟ كل الحاجات، الحاجات دي برضو نيجي نراجع هنلاقي وي، ماشي، كواخد شعار نعم، ياهو، ياهو طبعا، ياهو ده من زمان البيربول، حتى ياهو كادبري، كادبري، طب بصوا انتوا لاحظتوا حاجه وانا بكلمكم اهو، كادبري وياهو، او خلينا في كادبري دلوقتي، اغلب اعلانات كادبري بتلاقيها مجنونه مطرقعه، في مقابل اعلانات جالاكسي هادية وراكزة، صح؟ لأن إعلانات جالاكسي ترمز مثلا للفخامة وال 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 والشياكة والأناقة، أما كادبري للطرقعة، للجنان، للشباب، صح؟ حتى فرق السعر بينهم بيبقى واضح، فهمتوني؟
احنا بندرس فيديكس ودي اتش ال برضو. فيديكس بالظبط بالظبط ودي اتش ال ده احمر وده اللي البيربل. ايوه مظبوط. دي اتش ال تحس ان هي للناس الاغنياء كده وعاقله وراكزه. تمام. فيديكس لا، فهي يعني اختيار الالوان مش مجرد بس بيمثل الشركه او بيمثل الحاجه المنتج، لا ممكن يمثل الهدف، ممكن بيمثل الغايه، ممكن بيمثل الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للمستهلك كده. متفقين؟ تمام متفقين كده. طبعا نفس الكلام بقى لو كررنا البوسترات اللي احنا نشر عليها كلها موجوده على الجروب الفيسبوك، تقدروا تخشوا عليها وتنزلوها وتكملوا. سريعا بقى نكمل قراءه لبقيه الالوان بشكل رئيسي. البينك عندك على الكالم والهدوء، سوفتنس، الكريتيفيتي، تمام، الريسبكت، الاحترام. هتلاقي بعد كده الريد، اللوف طبعا، الانرجي، الاكشن، الباشن. لو قلنا احمر، تعالوا نتكلم شويه على الاحمر، هقف ثواني على الاحمر عشان الاحمر من اهم الالوان اللي موجوده. لو قلت لكم ايه هي اهم البراندات اللي تعرفوها عن الاحمر؟ سي ان ان. سي ان ان، اوكي. اخبار، ها ايه كمان؟ يلا يا جماعه فيرجن. ايه في اسمه فيرجن تقريبا، كوكاكولا. كوكاكولا فيرجن ده اللي هو ايه غير تقريبا، انا فاكره الرسمه بتاعته كده تقريبا بتاع ملابس او حاجه كده. لا لا، فيرجن بتاع كله كوكتيل كده، فيرجن ستور يعني، نوت بوكس على اجهزه، كله كله يعني. طيب يعني عندك اتش اند ام، انا فاكره الرسمه بس ما جاش في بالي. طيب ايه تاني؟ طب ما الاحمر ده كتير يا جماعه، قلنا منه فودافون كمان. كولا. كولا طبعا ماشي، كولا قلناها. ها ايه كمان؟ كانون. كانون تمام. ها هواوي. ريد بول. في عربيه، في شعار عربيه لونها احمر. هو تقريبا مثلث، ثلاث مثلثات في بعض كده. متسوبيشي. متسوبيشي. مش انا فاكره الشعار بس مش فاكره الاسم بتاعها بصراحه. طب وما محدش قال لي كنتاكي ليه؟ ولا حد قال لي بيتزا هات؟ ها ماليش في الجنك فود. انا قلت ماكدونالدز واخد من الاحمر والبرتقاني. بس الاساسي الاحمر. سؤال بقى ذكي، وعايز حد تاني بقى يجاوبني غير غاده يعني، شاركوني معايا الله يكرمكم. ليه ايش اغلب شركات الاكل بتستخدم اللون الاحمر في البراند بتاعها؟ اسكت انا؟ لا اسكتي بقى يا غاده، اصبري شويه عليهم، هيجيهم حد يقول حاضر. هيا نسمة اتفضلي. بيصير غريزه الجوع عندنا. انرجي. انرجي، اللاف للاكل، البيشن عامه. تمام تمام. فالاحمر لو اغلب الشركات بتعتمد على اللون الاحمر. طيب لو قلنا في شركه اكل جانك فود بس اخذت اللون الاخضر، هي بتعتمد على ايه؟ هيلثي. اكل. شفت انا دول جارد قلت اللون الاخضر، انت قلت على طول هيلثي صح؟ فهمتي بقى؟ فهمتي انت مثلا انت مش عارفه اسم البراند، لقيتي مطعم باللون الاخضر هتبقى فاهمه على طول ان هو ايه؟ معتمد على، فهمتي ان هو على طول معتمد على الهيلث فود، اكل صحي افضل. واخده بالك ازاي؟ من غير ما نفهم، من غير ما نعرف اسم او الكواليتي او الاتجاه العام بتاع المطعم، من مجرد اللون انت عرفتي هي إيه اتجاهها ايه؟ صح؟ ايوه فهمتوا بقى ليه احنا بندرس موضوع الفسيولوجي؟ وارجع واقول لكل قاعده شواذ، يعني ما حد يعني ده مش التزام عليكي، ده قاعده عايز يمشي عليها اهلا وسهلا، مش عايز يمشي عليها انت حر، بس قاعده. قال لك هنا البراند الكولا، بكتب لك هنا الفسيولوجي بتاعتها او الخصائص بتاعه الريد واهم اشعار البراندات. قال لك هنا في سي ان ان وكولا وكولوكس بتاع كونفليكس وغيره، ليز بتاع الشيبسي اللي هو طبعا قصاده بتاع الشيبسي بتاعنا، هتلاقي كانون، هتلاقوا التويوتا شعار تويوتا، هتلاقوا حاجات كتير وكذا بوستر عن موضوع الالوان. الاورنج اخذ نيكلوديان، واخذ البلوجرز او الشعار بلوج
اوكي، وهتلاقوا امازون واخده اللون الاورنج في بس الابتسامه مش اكتر. كراش فروكس موزيل او فوكس هو دوت بتاع الويب فايرفوكس ايوه خلاص. هتلاقوا بعد كده اليلو، هتلاقوا معانا ايه نيكون بتاعت يعني مشينا كانون الاحمر، هنا بقى نيكون تمام بتاع الكاميرا. هنلاقي شيل بتاع العربيات ماكنز واخده الاصفر في الشعار بتاعها الرئيسي اللي هو حرف ام مش الدايره الحمراء، قلنا طبعا دي اتش ال تمام. جينا بعد كده في الجرين هنلاقي فيه هنا وولف فود او هي مش عارف ايه فود خلاص، وهتلاقوا حاجات تانية انا مش شايفه كويس الايه شايفه كويس مش عارفه اعمل زوم ان. طيب تروبيكان بالاخضر عشان واخد المشروبات من الطبيعه مباشره خلاص. اكيا اخضر ولا هو اصفر مع ازرق صح؟ اكيا اصفر مع ازرق صح. هنلاقي بعد كده البلو ديل، قلنا ديل احنا قلنا اتش بي وقلنا اورال بي وقلنا قلناش بقى اوريو خلاص، قلنا تويتر وقلنا فيسبوك شايفين ازاي. بيربل قلنا ياهو وقلنا كادبري، واخدين بالكم ماشي. البلاك دايما بي 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 بيرمز للفخامه في الغالب، دايما وابدا البلاك بيرمز للفخامه والرقي والحاجه كده تحس ان هي حاجه تانية يعني اسم، رغم ان هو لون قاتم وممكن يرمز للاكتئاب بس في نفس الوقت رمز الفخامه والحاجه كده اللي تحس ان هي قبها قوي 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 معايا انتوا ازاي. فهتلاقوا هنا دي اند جي و اسمها ايه دي بلاك بيري، واخدين بالكم ازاي. فهتلاقوا حاجات كتير من البراندات، هتلاقوا كذا بوستات كتير جدا عن البراندات وكل براند ايه الاسامي بتاعها اهو، احنا شايفين بقى بتبان اكتر معايا انتوا ازاي. لما نقدر تدرسوا البراندات يبقوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه. واحد عميل عاوز لوجو بنبقى فاهمين انت اللوجو بتاعك ايه، انت بتتكلم في ايه، واخدين بالكم، ونقترح عليه. لنفترض واحد عنده حاجه منتج طبيعي وقلنا له احنا هنستخدم اللون الاخضر في الاصفر مثلا، قال لك لا انا عايز احمر وعايز ازرق مثلا. طب يا ابني ازاي يابا انت بتتكلم في ايه واحنا عايزين ايه؟ لا انا عايز دول. تيجي انت تعملي ايه؟ تتحايلي عليه. يعني ايه تتحايلي عليه؟ هنستخدم له الالوان اللي هو عاوزها بشكل سيمبل بسيط مع اللون الرئيسي. فهمتوني؟ فهمت اللعبه؟ يعني مثلا نفترض ماكدونالدز اصلا اللون بتاعها الاساسي اورنج، او هنا عاملين اللي هو الاصفر ده. خلاص؟ جه اللون هو المفروض احمر عشان يرمز الاكل والشهيه. جانك فود، طب نعمل ايه؟ قام حاطط لك الام جوه دايره حمراء. مش ده اللي حصل؟ فهمتوا اللعبه؟ فهمتوا اللعبه؟ بس الاساسي ايه؟ الام مش دايره حمراء. عرفتوا؟ يعني هو لو حط دايره حمراء من غير الام، حد فهم حاجه؟ لا. بس هي دي ايه؟ القضيه. طيب تعالوا بقى نكمل. اشوف بس البوست، انا افتح عشان فاهمين ممكن نشوفهم هنا. ماشي. طريقة بقى اختيار الألوان، في طريقة علمية بحتة اللي هي ايه؟ ان عندنا احنا كل لون احنا اخدنا في الفوتوشوب حاجة اسمها ايه؟ الهيو والستريشن. فاكرين الهيو والستريشن؟ تعالوا اوريها لكم، تعالوا نوريها لكم عشان تبقوا فاهمين هو بيتكلم هنا عن ايه. ادي الهيو ستريشن، عندنا هنا ثلاث مستويات اللي هي ايه؟ الهيو والستريشن واللايتنس تمام. تعالوا نرجع بقى للصوره، ده اللايتنس، ده الستريشن، ده ايه؟ الهيو. نكتب كده مع بعض، اللي عايز يكتب ملاحظات، ده ايه الاخير ده اسمه ايه؟ اللايتنس، واللي في النص الساتوريشن، واللي فوق الايه؟ الهيو. واضح؟
فأنا أي طبقة التلات ألوان دولت مع بعض لاقين على بعض، التلات طبقات دول مع بعض لاقين على بعض، التلات طبقات دول مع بعض لاقين على بعض، وهكذا. يبقى أنا أقدر ألبس التلات ألوان دول مع بعض في طقم واحد، التلاتة كده مع بعض في خط واحد كده كده لاقين على بعض. ده أول مجموعة. فإحنا لما نرجع للفوتوشوب، لما نيجي هنا في الساتوريشن، لو جينا كده بصوا، انا استخدمت الساتوريشن بس، هنلاقي الدرجات ماشيه مع بعض اهو. بصوا كده انتوا معايا، ادي بنحرك الساتوريشن بنقلله. في اي مشكله في الالوان؟ حد ضايق من الالوان؟ ها انا قللت الساتوريشن، حسيت بس الالوان يعني انطفت شويه، بس هل الالوان باظت؟ تناسق الالوان راح؟ ها لا زي ما هي صح. طيب لو زودنا الساتوريشن شويه، حسينا الالوان بقت اوفر، بس في نفس الوقت لسه برضو لايقه على بعض متناسقه، مفيش فيها مشكله خالص. مظبوط كده. نفس الكلام ده فين؟ الساتوريشن. في اللايتنس بنخليها نشوفها برضو بقت ابيض او بتغمق، بس في نفس الوقت درجات الالوان نفسها تناسقها ما اختلفش. امتى تناسق الالوان هيختلف؟ لما نبدا نشتغل على الهيو. لما نشتغل على الهيو ممكن هتلاقي فيه تناسق، في الوان تناسقت مع بعضها والوان ما قدرناش ان احنا نناسقها مع بعضها، صح؟ واخدين بالكم؟ يعني مثلا ده مش قوي، واخدين بالكم ازاي؟ بس ده متناسق، فهمتوا؟ في الوان والوان، ده يعني ده كويس، وهكذا. اتفقنا؟ يعني حتى لما نيجي بنعدل في الالوان لازم يبقى احنا فاهمين بنعدلها ازاي وعلى اي اساس. طيب احنا كده فهمنا منين الهيو والساتوريشن. دي اول طريقه، اول طريقه في الالوان. برضو هنا ناخد بالنا من النقطه اللي انا بحكي ده، تقدروا نشوفه هنا على الشاشه بتاعه الكالر في الفوتوشوب. ازاي بقى؟ لما بنيجي من هنا شايفين الثلاث شوت من الويندوز بتاعت الكالر، لما نخش على قائمه ويندوز نختار كالرز او كالر، بتظهر لنا القائمه دي، ومن هنا بنختار شكل الالوان. ده اسمه هيو كيوب. ده اسمه ايه؟ هيو كيوب اللي قدامنا ده، بيعتمد على ان من هنا بص ده الهيو، ده ايه؟ نفس الفكره. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ الهيو، صح؟ متفقين معايا؟ ده الهيو صح. طيب مين يقدر يقول لي الساتوريشن؟ ها فين الساتوريشن؟ الساتوريشن اللي هي الالوان الغامقه اللي فوق، يعني الدرجات بقى، الدرجات دي كلها هي الساتوريشن. حلو. لما يجي بقى عايزين اللايتنس اللي هو درجات دي، يبقى درجات الابيض والاسود تحت والابيض هنا بالرمادي، ده اللي هو ايه؟ اللايتنس. كده احنا فهمنا كده، الدنيا بقى بتوضح معانا اكتر. طيب تعالوا نشوف المجموعه اللي بعدها، البرايتنس كيوب. عمل ايه؟ اعتمد ايه دلوقتي على ايه؟ البرايتنس. يعني انا دلوقتي هنا اهو، شايفين؟ شايفين الالوان؟ اعتمدنا فوق الهيو، فوق الهيو بقى هو اللي فوق، بقى خط مستقيم ده كده او خط بالعرض، وتحت بقى ايه؟ اللايتنس بس ناحيه الابيض. هنا بقى هنا اللايتنس، هنا خدتوا بالكم؟ والساتوريشن بقى كده بالعرض، بالطول قصدي. تاني نراجع الحته دي، احنا حولنا لفين؟ لبرايتنس كيوب. اتحول معانا الهيو بقى بالعرض، اللايتنس هو بقى هنا، ده اسمه اللايتنس. طيب والساتوريشن هو بقى بالطول. يبقى احنا قلنا هنا الهيو كده، الهيو انتوا معايا ولا نمتوا؟ خلاص
كده على اللوحه هنا دي اللي هي ايه الساتوريشن، اختصارها سات. اوكي، اما بقى المستطيل ده بقى ايه اللايتنس. بتهيالك كده بقت واضحه صح؟ صح كده بقت ايه؟ بقت واضحه صح يا شباب؟ ولا حد عنده اي مشكله دلوقتي؟ نخش بقى كولر ويل، وهي دي بقى الجزئيه بتاعتنا اللي هنكمل فيها شرح. الكولر ويل او عجله الالوان، اهو شايفين الهيو اهو، شايفينه؟ هو معانا الهيو اهو، والساتوريشن البرايتنس او اللي هو اللايتنس، تمام؟ ماشي. المثلث يقول لك اول طريقه لاختيار الالوان اللي هي الوان المقابله، بمعنى اللون الاخضر وما يقابله هيبقى اللون الموف، يبقى الاخضر مع الموف هيلاقوا بعض، هيبقوا ايه لايقين على بعض، والاصفر مع الازرق يلاقوا على بعض، والاحمر مع اللبني هيلاقي مع بعض، او السيان يلاقوا مع بعض او يتناسقوا او يتجانسوا مع بعض. في حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله؟ لو فكرتوا فيها هتلاقوها فعلا. ها مظبوط كده. وقلنا ان تدرجات الالوان هنا فوق، واخدين بالكم، بتليق على بعض. وبعدين اخر حاجه في المثلث اللي قدامنا ده، لو قلنا ثلاث الوان فالثلاث جهات المثلث يعني الاخضر مع الاحمر مع الازرق هيلاقوا مع بعض. ولو احنا حركنا هنا مش بيتحرك، هوريكم مكان تاني بيتحرك. المثلث هنا ثابت، كل نقطة شكل مثلث. مسكني قلم، هات القلم بقى. لو جينا بقى قلم كده، شايفين النقط دي هتليق على بعض، واخدين بالكم معايا يا جماعة ولا نمنا؟ النقط دي كده اهو، كل ما تعملي مثلث هيليق مع بعض، بغض النظر عن ده بتاع اليهود ما علينا يعني، واخدين بالكم؟ انا بس بتكلم على الفكره اهو، مثلث اهو، اي مثلث هتقابلوه هنعمله هيليق النقط الثلاثه مع بعض. طب كده احنا خدنا كام طريقه للالوان؟ قولوا لي كده كام طريقه قلناها؟ غير في الهيو، حلو، وممكن نغير في الساتوريشن، وممكن نغير في اللايتنس، كل ده بيغير معانا الالوان. تمام. وفي بطريقه ان احنا ممكن بقى زي المثلث ده ان احنا الالوان المقابله لبعضها. طيب خد بس بالراحه، الالوان المقابله لبعضها ده حاجه، والمثلث حاجه ثانيه. ماشي. الالوان المقابله لبعضها يعني هنا اللون اهو، اللون المقابل بتاعه هنا. لا اقصد المقابله لبعضها بالمثلث. ماشي، معلش انا حلو. يبقى دي اول طريقه. بص واحده واحده، اول طريقه نلغي كده، نراجع تاني مع بعض. اول طريقه اللي هي الوان الماشيه مع بعضها كده في نفس الاتجاه هنا كده، سواء كده مع بعض هيو او مع بعض من جوه في نفس تدرج اللون في الساتوريشن، سواء كده او كده، دول لايقين على بعض، تناسق الالوان. دي كده اول طريقه. الطريقه الثانيه، هنختار لون ثاني. الطريقه الثانيه اللي هي بتقول ان كل نقطتين متقابلتين في الدايره، تمام كده، ايه يبقوا يتقابلوا مع بعض، او ايه يعملوا يعني يكونوا ايه متناسقين. دي الثانيه. طيب وايه الثالثه؟ المثلث اللي قدامنا ده الثلاث اضلاع بتاعته او الثلاث انجل، الثلاث الوان اللي على الاضلاع بيقابلوا بعض او بيبقوا لايقين على بعض. كده خلاص كتبنا الثلاثه عشان نخش على ايه؟ الباقي. الباقي بقى هنا اهو، شايفين الثلاثه اهو، شايفين هنا بقى ادي
الأحمر أو الأورنج شوية ماشي مع الأصفر ماشي مع الأزرق، خلي بالكم خلي بالكم إزاي. وقلنا تلات الألوان أهي، الهيو مع الساتوريشن مع اللايتنس أو برايتنس كلهم ماشيين مع بعض. تعالوا أهي، تعالوا بقى أهو، ده مش ده الكلام اللي إحنا حكينا عنه يا جماعة؟ مش ده الكلام اللي أنا اتكلمت فيه؟ أهو قال لك بقى أهو، أدي المثلث، سواء مثلث اللي هو بيبقى متساوي الأضلاع، شايفين الألوان؟ واخدين بالكم إزاي أهي، أو الألوان المتقابلة، مظبوط؟ قال لك برضه المايك يا غدا بليز، الألوان المتقابلة. بعد كده قال لك هنا إيه؟ لو عايزين شكل الواي، واخدين بالكم إزاي؟ شكل الواي برضه لو خدتوا، بص شايفين اللون ده، الموف ده اللي هو اسمه اندياجو، تمام؟ مع الموف ده مع الأصفر، حلو على بعض؟ متهيألي أه، واخدين بالكم إزاي؟ هنا اللبني مع الموف ده مع اللون الأصفر ده، الدرجة دي هتلاقيهم لاقيين على بعض. كل ده احنا في مجال التلات ألوان، هنيجي بعد كده مجال أكبر شوية اللي هم أربع ألوان أو خمس ألوان، واخدين بالك والأشكال تبقى عاملة إزاي؟ دي من كل من أهم الاختيارات بتاع هنا برضو أهي، كومبينيشن أوف كلر، شايفين البرايمري والأنجلوس، شفتوا؟ زي ما أنا حكيت بالظبط، شايفين؟ شايفين إزاي؟ كل ده عندكم ايه؟ كل درجات الالوان دي اهو، والهيو والتنت والشيد، كل الدرجات اللي احنا حكينا عنها هتلاقوا في بوستات عليها بنفس الفكره. لغايه هنا في حد عنده اي سؤال؟ هنا معاني الالوان، هنا هنقول بقى سؤال، انا دلوقتي عايز اعمل بقى الوان، عايز عندي لون مثلا في المطبخ، لقيت المطبخ بتاعي او اوضه النوم او ايا كان اللون اللي موجود عندي خلاص، او ستاره وعايز اطبق معاها الوان، هجيب انا بقى مش فاهمه، مفيش مشكله يا ريهام، تمام، انا مش فاهمه الالوان، او انا خلاص درستها معاك يا شيماء، بس انا عايز بقى اطبقها عملي على ارض الواقع، هطبقها ازاي؟ هجيب بقيه الالوان اللي تتناسق مع، مثلا جبتي انتريه لونه ازرق كحلي مثلا، طب انا هجيب الخدديات لونها ايه؟ طب انا هجيب السجاده لونها ايه؟ طب انا هدهن البويه بتاعه الاوضه دي لونها ايه؟ طب ايه الالوان اللي مش عايزه لون واحد؟ طب الستاره هجيبها لونها ايه؟ صح؟ مش ده بيحصل في الواقع؟ في واحده قالت لي ان هي راحت عملت المطبخ بتاعها لون فستقي، وبعدين تعبت ان هي تختار بقيه الالوان، يعني كسيراميك المطبخ لونه فستقي، طب انا هعمل المطبخ بقى الخشب والديكور هعمله ايه؟ تنحت ما عرفش تتصرف، فهمتوني؟ في ناس تحب كده الحاجه تبقى متناسقه. تعالوا بقى نشوف احنا ازاي نستعين بادوات عندنا على الانترنت يساعدنا على اختيار الالوان بشكل بسيط. انا مش كل شويه اروح افتح حاجه الويل واشوف صح يا جماعه ولا ايه؟ اول موقع واشهر موقع في الحدوته دي بصراحه ربنا لا يمكن الاستغناء عنه هو ايه؟ مين يقول؟ بنترست. بنترست على طول، بنترست البطل، البوست اللي هو الايه التوب بتاعنا بنت كده. هخش ولا يلا دخل ابن حلال، ماشي يا سيدي، هنخش من هنا نكتب هنا في البحث، نكتب بس كلر بسيطه خالص، كلر ماشي، او color pattern، خليها pattern مش pattern سوري، palette color palette او خلاص palette اهو، شايفته دي اشهر طريقة في اختيار الالوان، هو بيديك مجموعة الالوان اللي تتناسق مع بعضها وانت تبدأي تختاري التناسق اللي انت عاوزاه في الالوان. معايا حضراتكم ازاي؟ شايفين كل الالوان دي؟ لو احنا اخذنا طبعا عشان الفيسبوك احنا عرفنا، هننزل الصوره عادي جدا، مثلا الصوره دي عجبنا الالوان بتاعتها اللي هي بتبقى اسمها الوان الكاكاو او الوان البيجات، هنعمل لها من هنا داونلود تنزيل الصوره، وبعدين ناخدها زي الفل كده
الشاحن زي الفل كده اهي بتنزل عند بابا. هناخدها كده اهو على عمنا حبيب قلبنا عمنا فوتوشوب، وهنيجي بالقطارة اهو وهنعمل كليك. ادينا ايه اللون الاسود، كليك درجة اللون. هنيجي بقى الدرجة دي اهي اهو، ده الرقم، ده رقم اللون اهو، ده الرقم ده بقى شايفينه الرقم ده، هعلم لكم عليه عشان يبان الرقم ده اهو. الكود ده، ده الكود العالمي. بمعنى ايه الكلام دوت؟ احنا مثلا هنا عجبنا لون الحيطة صح؟ هاجي انا هعمل كده درجة لون الحيطة دي، هو جابها لك هنا عشان طبعا الشمس تفرق درجات، متفقين معايا ولا لا؟ درجة دي غير الدرجة دي غير الدرجة دي صح؟ فهو قال لك هنا. فاحنا معانا ايه؟ عايزين درجة الحيطة، فأنا هدوس هنا هيديني درجة الحيطة دي، ودي لون الستارة. معايا حضراتكم ازاي؟ الرقم ده بقى انا هاخده كده زي الشطوره واكتبه عندي في ورقه او احفظه شورت سكرين او وات ايفر. هنروح في بيه فين؟ عند اي شركه دهان، اي شركه دهان، جوتن، اي شركه دهان، ويديله الكود ده وهو هيدينا الجردة باللون. سهله دي؟ سهله ولا صعبه؟ اهو دي اللي بيسموها كمبيوتر كلر. الله ينور عليك، واخد بالك ازاي؟ اهو هناخد الكود زي ما هو ونديه له، وهو هيدينا الجردل بالكميه اللي احنا عاوزينها بنفس درجه اللون. حلوه اللعبه دي؟ تخيل مفيش اسهل من كده. نكمل فرجه. شكرا يا عم بنترست. يبقى بنترست مدينا بقى مجموعه من البلتات رائعه جدا، واخدين بالكم ازاي؟ هتقدروا نستخدمها في ترتيب الالوان او صياغه الالوان، او مثلا عميل قال انا عايز اللون الاحمر مثلا، عايز لوجو باللون الاحمر. طب يا عم اي لون تاني؟ لا مش على هواك، على هواك خلاص. ولو قلنا مثلا ان هو منتج حريمي شويه، فممكن نختار الالوان دي مع بعض، هيبقى حلو قوي صح ولا انا غلطانه؟ شايفين هنا الاحمر، الالوان دي ماشيه رجالي اكتر شويه، الاحمرات دي الغامقه دي واللون الغامق ده ماشي برضه، هيبقى ماشي رجالي شويه صح صح ولا انا غلطانه؟ ها هنا برضه ماشي ايه، الاحمرات دي تمشي رجالي وتمشي حريمي وهكذا. اتفقنا؟ اوكي تمام. معايا حضراتكم ازاي؟ طيب ده اول ايه، اول موقع هناخد منه الايه، الالوان. طيب ايه كمان يا شيماء في موضوع الالوان نقدر ناخد الموقع؟ طيب انا لو عايز ابحث عن يعني الوان لحاجه معينه، يعني تصميم مثلا حاجه للاكل مثلا، وانا ما اعرفش ممكن اعمله بالوان ايه، او مثلا حاجه إيه، حاجه بيبيهات مثلا، هكتب ايه في البحث؟ طيب لو قلنا مثلا نكتب هنا اهو color food مثلا، color food شايفه اداكي ايه؟ اشهر الالوان اللي بيستخدموها في الاكل. حلوه اللعبه دي؟ اه تمام. شايفه؟ اوكي. اشهر الالوان وتناسقها مع بعض اللي بتستخدم في الاكل. مع مراعاة ناخد بالنا بعد اذنكم من الالوان بتاعت الرينبو، بليز بليز امانه عليكم عشان الاجيال اللي جايه واولادنا واحفادنا، ناخد بالنا من الوان الرينبو بليز. ماشي؟ احنا كبار وفاهم، اعتقد كلكم فاهمين مقصد كلامي. اوكي كده معايا حضراتكم ازاي؟ شايفين يعني بصوا دي الوان رينبو، بس الوانها حلوه رقيقه بعيد خالص عن الالوان المقصوده. فاهميني؟ شايفين الالوان دي حلوه ازاي؟ فاهمين؟ فدرجه معينه من الرينبو حلوه، درجه ثانيه لا مش زي ده، مش رينبو ما فيهوش ازرق، ده حلو ماله ده؟ واخدين بالكم؟ وخدوا بالكم من نقطة كمان، إن ألوان الرينبو مش حلوة
احنا الوان الرينبو اساسا كام لون اللي ربنا خلقها في الدنيا؟ سبعة. الالوان الوحشه ستة. ماشي. هو العالم المقصود. الالوان الوحشه. الالوان الالوان الايايا. النوتي. ايوه هم النوتي. الله يرضيهم. من بنحب نشوفه دوت دلوقتي ولا نخاف منه؟ اه والله يعني هي انا بقول لك هي طب هم ناقصين اي لون من السبعه؟ هم ناقصين، انا شفتها قبل كده، ناقصين لون الاخضر الفاتح او اللون بالدرجه الازرق الثانيه، يعني في اتنين ازرق قبل الموف، في اتنين ازرق. لو كتبنا، بصوا كتبنا بقى عشان تشوف الفرق. رينبو كولر، اوكي كل حاجه ابن حلال الدنيا. بصوا اهو هنا، هنا دي مش رينبو، استنوا ده سبعة اهو، بصوا في درجتين ازرق، واخدين بالكم؟ هنا ده رينبو اهو، شوفوا الدرجة فيه اهو، عادي الاحمر الاورنج خلاص، الاصفر الاخضر الازرق، الازرق الغامق، وبعدين الموف. فهمتوني؟ اهو اهو ريد اورنج يلو جرين بلو، ده اسمه اندوجو، والفيلوت اللي هو الموف. ماشي، لونين ازرق. هم عملوا ايه؟ شالوا البلو، شالوا اللبني، خلوها اخضر ازرق بربل على طول. ايوه بالظبط. اوكي خلاص كده، انتوا اقتنعتوا بكلامي؟ الدنيا معاكم بيس؟ تمام ماشي. طيب الموقع تاني، انا ممكن قبل ما نبدا اقوم محضره لكم المواقع واقول لكم المواقع اهي، مش سهل عليا اعمل كده؟ بس انا ما بحبش الحركه دي، انا بحب ان انا قدامكم اعمل سيرش، عشان انا اللي عايز يتعلم لازم يتعلم ازاي يجيب المعلومه، انا او غيري مش دايما متاحين، الواتساب او سوري اليوتيوب مش دايما بيجيب المعلومه صح، او المعلومه كامله، او المعلومه زي ما انت محتاجاها، او بيبقى ممل، انت عايزه المعلومه في دقيقه هو بيقولها لك في 10 دقائق. معايا حضراتكم ازاي؟ فاحنا دايما المحاضرات بتاعتي بعتمد بتاعتي بعتمد عليها تكون الملخص المفيد المنجز، فانا بالانجاز بقول لكم نعمل ايه. هنكتب هنا لو كتبت color wheel، color wheel اوكي، يبقى انا بساله على ايه؟ على عجله الالوان كمواقع. ادانا اول موقع بتاع ادوبي، تعالوا نشوفه، وموقع تاني من كانفا، تعالوا نشوفه برضه معايا حضراتكم ازاي، وموقع بي اتش جي، تعالوا هنا ده سؤال هاو تو يوز كلر ويل اوكي، لا ده ويكيبيديا بلاتون اه تمام، واخدين بالكم ازاي؟ اه ده، وهكذا. وهتلاقوا بقى مواقع كتير في الموضوع ده. اول موقع بتاع ادوبي ستارت، خلينا اصبر شويه عليه، ادانا ايه؟ ادي عجله الالوان اللي احنا اتكلمنا عنها مظبوط، قال لك هنا طريقه الاختيار الالوان اللي احنا برضه اتكلمنا عنها، اللي هي قال لك ايه انجلوس، اللي هي دي اللي هي في نفس الاتجاه، الالوان في نفس الاتجاه، واخدين بالكم ازاي؟ طيب دي اللي هي ايه مع شايفين، شايفين نفس درجات اللون مع بعض، ايه رايكم؟ ها اختار لون تاني اهو، ها ايه رايكم في اللعبه؟ ها يا سلام يا معلم، وكل لون بدرجاته اهي الكود بتاعه تحتي. لا ده مش بس كده، كمان قال لك هنا بقى درجات الالوان اهي مع بعضها، واخدين بالكم اهو، يبقى انا من هنا بختار اهو اللون بدرجاته. هنيجي بعد كده ترايت اللي هو ايه المثلث، شايفين ازاي بقى الالوان دي لايقه على بعض؟ اجي انا اعمل كده، ايه رايكم؟ انا انزل تحت شويه اكبر، اللعبه حلوه ولا وحشه؟ انا بحبها قوي اصلا. ها كل الالوان دي احنا كده غمقناها، لا احنا عايزين نفتحها، يبقى احنا كده اخترنا الايه، يبقى انا كده اخترت الوان الغامقه، وهنا اخترت الوان الفاتحه، وهكذا. شايفين ازاي؟ شايفين يا شباب؟
انا بحب الوان الباستيل دي قوي اصلا، انا بحبها جدا، تبقى حلوه، اسمها الوان الباستيل، ودي تبقى كده وهكذا، وكل درجه من دول ليها اسمها موجود تحت. شايفين اللعبه حلوه ازاي؟ ها طيب، اللي هي دي برضو اللي هي الالوان المتقابله، ها اهو، وبيديكي كذا درجات، درجات الوان اهو. لا بحلوت بقى كده. لما حد عندكم بقى مشكله في اختيار الالوان يا شباب، حد عنده مشكله؟ الواي، فاكرين الواي خدناها برضو قلناها. لا تمام كده، كده الدنيا بقت احسن، بقت اوضح. شايفين حلوه اللعبه دي؟ دبل سبليت ده بقى حاجه تانية احنا ما اتكلمناش عنها، خمس الوان. شايفين ازاي؟ العادي نصيحه ان احنا حاولوا نستخدم يا اما انجلوس يا اما اللي هو ده اللي هي اسمها هنا مونو شروميتك، اللي هي بتعتمد على الساتوريشن اساسي، او الترايد، يعني في حدود من اللي احنا قلنا من لون واحد بدرجاته، او لونين او ثلاثه بالكثير. نادرا نادرا ما تلاقي لوجو واخد موضوع الكومبليت اللي هي دي، قصدي سوري السبليت، لا السبليت معانا ثلاثه، هي دبل سبليت بالك ازاي، او السكوير، او الكومباوند بالك ازاي، او الشد لا معانا، او كاستم ده اللي هو اختياري. ليه بقى؟ لان كل ما بتكتر الالوان كل ما بتبقى طريقه دمجها بتبقى اصعب، وفي نفس الوقت بتزيد جرأه معاك. واضح معايا حضراتكم ازاي؟ طيب هنا بعد كده دي هي كولر ويل، بعد كده عندنا اكسترا ثيم، هنا مش موجود، هنا اكسترا جريدنت، هنا حلو. هنا بقى برضو عندك الايه الكولر، واخدين بالكم ازاي؟ وهنا الباك جراوند ده بعده اهو، هنا بيديك الشكل الجرافيك عامل ازاي، الكولر مع الخلفيه بتاعته شكلها عامل ازاي. شايفين؟ والله الراجل هتشوف انت الالوان لايقه على بعض ولا لا. شفتوا عندك تكست، عايزه تشوفي الالوان لايقه على بعض ولا لا. حلوه اللعبه. تعالوا بقى ايه هنا، ده الكرييت، بعد كده عندنا اكسبلور، في الاكسبلور ادانا نفس الفكره بتاعه البنترست، صور والالوان، باليتة الالوان بتاعتها. وهنا بقى كليك واحده اهو هتعملي كوبي لدرجه الايه؟ للكود، كليك هتعملي درجه الكود. شفتوا؟ اهو دي من فين؟ دي من الاكسبلور. ماشي؟ بعد كده ترند، الالوان الترند اللي ماشيه ترند في السوق. هو هنا برضو بصوا اهي. شفتوا ايه رايكم؟ واخيرا اللايبراري، طبعا الموقع مجاني تماما بتاع ادوبي كلر. اللايبراري بقى عايزك الحاجات انت سجلتيها عندك، مش مهمتني دلوقتي. خلاص؟ في اي سؤال في الجزئيه دي؟ لا تمام، موقع حلو جدا جدا وشامل حاجات كتير جدا. طيب ده موقع اللي هو احنا قلنا اسمه ايه؟ ادوبي كلر، كلر دوت ادوبي ايه دوت كوم. الموقع الثاني عندنا كانفا. كانفا من اشهر المواقع للديزاين الاونلاين، وموقع مشهور جدا جدا برضو، حاط بيعمل تحديثات كل شويه، وهنتكلم عنه ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. كلر ويل عنده برضو نفس فكره الكلر ويل اهو. والاحلى بقى كمان ان هو عامل لك التنسيق اللي هيحصل في كانك هتعملي ديزاين، فبص بقى التنسيق اللي هيحصل. شايفين؟ ده في حاله ايه؟ ها شايفين ازاي؟ شفتوا اللي بيحصل؟ واخدين بالكم ازاي؟ طيب هنا اهو غير، غير كده، ها اللي بعده خليها انجز، ها يلا يا معلم. ايه رأيكم؟
حلوة اللعبة دي. وتريدك ثلاث ألوان أهو، مثلث أهو. ثلاث ألوان أهو. طيب عندك بعد كده في اكسبلور باليت، ماشي. ده بقى لو هنخش على التصميم معايا انتوا ازاي هنا كريت تصميم برضو. هنتكلم اكتر على موضوع الكانفا اهو المره الجايه ان شاء الله. برضو بديك بقى فكره الايه، يعني ايه الكلمات اللي احنا خدناها في الايه في الالوان عشان انت فاهمه الفكره. شايفين ازاي كل اللي احنا قلناه هو كاتبه لكم اهو، نحلل المصفي صح. بعد كده باليت، باليتون اسمه باليتون، ده موقع يعني هنا طبعا اللخبطه كلها بتاعت برضو اهو الالوان الثلاثه. بصوا اهو برضو اهو اهو شايفين هنا اهو، واخدين بالكم ازاي. وبرضو هتلاقوا في بلتات جاهزة، بلتون لايف كولرز. فين بقى؟ لا مش عارفة اجيبها من هنا. بلتات الجاهزة اهي، بلتات جاهزة اهي، شايفين ازاي. وهكذا كولر ويل اللي هي اتش جي تي في، لا ده مفهوش حاجة اهو، ده مقال عن البيزك الوان. طيب احنا القصة دي خلاص عرفنا، شكرا. وده برضو مقالات عن الكولر ويل. اوكي يبقى احنا معانا دلوقتي احسن موقع شفناه لغاية دلوقتي اللي هو كولر ايه ادوبي، وفي موقع تاني بس انا كده احنا ايه ما جبتهوش، كان بيتكلم عن الباترن او الباليتات لوحدها. سريع ان انا اظبط الالوان بتاعتي عن طريق التكنولوجيا. في حياتنا العامه من قبل ظهور التكنولوجيا كانت اسهل واسرع طريقه واكثر طريقه ملائمه لاختيار الالوان هي الوان اللي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون. فلو احنا قعدنا نتفرج على مثلا نفترض الوان صفحه البحر، هتلاقي البحر حد ذاته ممكن يبقى درجات الالوان كلها اللي هي الساتوريشن بتاعه الازرق، اللي هي من الازرق الغامق الازرق الفاتح اللي قريب خالص من الابيض، ده البحر صح. وبعد كده جنبيه ملازق فيه الرمله بلونها البني الفاتح، او الرمله اللي لونها ابيض، او الرمله اللي لونها درجات البنيات في جنب البحر لازق يبقى ازرق ماشي مع البني. ماشي معاهم بقى درجات السماء، ممكن السماء دي تبقى لونها ازرق فاتح بدرجاته، او ممكن تبقى داخل معاها الموف في الغروب والشروق، الموف مع الاحمرات مع الاصفرات صح. دي خلقه ربنا سبحانه وتعالى في الكون. ما نروح نشوف مزرعة أو نشوف غابة بنلاقي الأخضر ماشي مع البني في الشجرة، ماشي مع التركواز كورقة ورد أو كأحمر أو كموف أو كأصفر أو كأبيض، درجات الورد بألوان وماشي. سبحان الخالق سبحان المبدع. أنا من قبل ما أعرف موضوع الألوان أنا كنت دايما بيقول لي ألوانك بتنسق، الألوان تحفة عليكي، بتجيبي الألوان دي أو بتظبطيها إزاي. دايما ببص على الطبيعة، دايما شوفوا الطبيعة، شوفوا الشجر حواليكم والزرع حواليكم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الأرض والكون. مجرد إحنا بنشوف الغابة بألوانها المختلفة بتجيلنا راحة نفسية، لما بنشوف الألوان بتاعة البحر بتجيلنا راحة نفسية، بنشوف ألوان أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون، الفاكهة مع بعض
كوكتيل الفاكهه برضو بيجي لنا حاله نفسيه حلوه. فالالوان دي خدوها حطوها في حياتنا، هنلاقي الدنيا بقت جميله وبقت سهله. ختاما اتمنى ان محاضره الالوان تكون ساعدت وساهمت ان احنا نقدر نختار الالوان المناسبه لينا، سواء في تصميم لوجوز او اي تصميم سوشيال ميديا او تصميم جرافيك او تصميم كروت شخصيه او منيو او اي حاجه. اتمنى ان انتم تحت البوست بتاع الالوان او المحاضره بتاعت النهارده تدوني ريفيو. ان شاء الله هننزل المحاضرات ديت اونلاين على الفيسبوك بس اخر اسبوع. نكمل معايا، اللي يكمل معايا لغايه اخر محاضره هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله، هيكون ليه مكافئات حلوه جدا. شكرا، سعدت بيكم جدا، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالمحاضره وان هي كانت مفيده ليكم واخذتوا معلومات جديده. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا نشوش، وعليكم السلام. اي حد عنده سؤال يبعث لنا. وعليكم السلام، ربنا يكرمك حبيبي.